يوم العروض تخبر وكررنا لكم يا ابو الاربع قطع موديلي خبر تعشوي امي تعال موديل اربع قطع اختي العزيزه اربع قطع هذه قطعه واحده وهذا القميص واحده وهذا البنطلون ماله او هذا الرباط ماله ومن سنه الى خمس سنوات الاربعه يلبس خمسه اختي العزيزه على عيد فرحي طفلك حلو يخبل بهالقاط هذا الحلو بيه سعره كل قطعتين بيش ب5000 دينار مع الالوان الحلوه عروض تخبل اليوم كل قطعتين ب5000 دينار شوف شلون عروض شوف شلون الالوان الحلوه اللي بيه باع هاي العروض الحلوه كل قطعتين ب5000 دينار باع شلون قطع حلوه شوف شنو هالقميص شنو ديالك الحلو شنو هالترتيب الحلو الخبط والله الله يديمك يا رخص شيء حلو ومرتب ب2.5 يطلع على القطعه يعني اربع قطع كليتها ب2.5 اختي العزيزه هنا نرجع عدت هماتين شيء حلو مرتب وكشخه وبيس ب2.5 كل قطعتين ب5 اختي العزيزه كنوف مع طفله يخبل شوف شلون حلو شوف شلون مرتب من سنه الى اشقد هذا والله هنا خلينا نشوف الاعمار ما شاء الله الاعمار الحلوه لا ما شاء الله 8 سنوات هنا قطعه حلوه ومرتبه على الالوان مالته الحلوه كل قطعتين ب5000 دينار بايت اختي العزيزه كل قطعتين ب5000 دينار موديل حلو ومرتب وكشخه باشو الورده مالته النفنوف يخبل كلش حلو كل قطعتين ب5000 دينار اليوم عندنا عروض هواي حلوه تعاي على العيد فرحه بنتك خبل شوف شلون حلو شلون قياسات حلوه وكبيره ومرتبه وكل قطعتين ب5 اختي العزيزه بحايد دشداشه الحلوه مال البيت يلا تخبل والله تخبل دشداشه حلوه اقماشها درجه اولى اختي اقماشها درجه اولى نوعيه درجه اولى حلوه واثنين ب5 كل قطعتين ب5000 نفنوف حلو وجانا هماتين ابو الجنطه شوفوا شوفوا ابو الصوره ابو الجنطه كل قطعتين ب5 لك شنو البداع اليوم شنو هاليوم تاع الشغلات الحلوه كل قطعتين ب5000 دينار با اختي العزيزه يلا هذا سيت كامل اختي العزيزه سيت كامل كله كل قطعتين ب5000 دينار قطع حلوه ومرتبه ما طفل كل قطعتين ب5 اليوم با شلون شغلات اليوم عروض حلوه اليوم عندنا هذا ابو التنوره جاكم اجانا رجعنا ابو التنوره نفنوف كامل قابل خبل كل قطعتين ب5000 دينار هذا القوطة الحلوة شوفين كل قطعتين ب5 العنوان بغداد الكاظمية باب الدروازة ساحة قريش قرب مستشفى الأطفال مجمع واحدية جحفر حميد وهلا ومليون هلا